Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dua for the last 10 nights of the holy month of Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma innaka qulta fi kitabikal munzal شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القادر وجعلتها خيرا من ألف شهر اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة أعوذ إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبل تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فرض عني يا أرحم الراحمين. Together please. يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج همي يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله اللهم صل على محمد وآل محمد Dua for the 23rd night of the holy month of Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف شهر ورب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسماء يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Badi', Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي وإيماناً يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمداً وآل محمد عليه وعليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاجات التماس الدعاء. Please recite Surah Fatiha for Kul Marum Mumina.